وليدي يلا عيني يلا لسه ما خلصتي؟ يلا خمس دقايق بس. شو خمس دقايق؟ صار لك ساعة وأنت بتقلي لي خمس دقايق. لا تقولي إلا خلصت، طول بالك. خفي إيدك شوي الله يرضى عليكي. يعني شو هالسهرة اللي رح تبدأ الساعة 10؟ فظاعة شو بتنق؟ الله يرحم جوزي الأولاني فوزي، كان يستناني ساعتين ولا أسمع له حس. هلا كل شغلة فوزي فوزي. شو أنت ما عندك سيرة إلا سيرة المرحوم فوزي؟ آسفة نعيم، مو بقصدي، بس أنت الحق عليك، أنت اضطريتني أحكي هالكلام لأنك أنت استفزتني. إيه ماشي الحال، امشي هلا خلصيني امشي. شو رأيك ويا الموسيقى فريدة؟ حلوة كتير. الله يرحمه فوزي كان يموت فيها وكان يحب يسمعها كل يوم قبل ما ينام. فوزي كان يحب هالموسيقى؟ أكثر ما بتتصور، كان مدمن. صحة صحة نعيم، اشرب. صحة. على قلبك إن شاء الله. كيف هلأ صرت أحسن؟ لا أحسن، شردقت. كملي أكلك. ما بعرف، حاسة حالي رح أشبع. لسه ما أكلت شيء. ما بعرف، أنت مكتر أكل مو هيك؟ لا أبدا عادي. يعني ليش كل هالمقبلات؟ كان بكفي أربع خمس صحون، ضروري هالبحترة؟ يا ستي مو مشكلة، أنا قلت له للجرسون جيب لنا شوية صحون مقبلات، قام انبحت ونكت كل شيء بالمطبخ على الطاولة. لك بلاقوها فرصة لحتى ينزلوا أشكال وألوان على الفاتورة. الله يرحمك يا فوزي، شو كنت حريص بهيك شغلات. فوزي كان حريص الله يرحمه بالمطاعم؟ طبعاً، كان ينادي للجرسون ويقول له بتنزل حمص ومتبل وسلطة وكبة نية. ما بدي أكثر من هيك مقبلات، وإذا شاف صحن زيادة على الطاولة بيرجع له يا دغري وبيخصمه من الفاتورة. متفكر بخلا سمح الله؟ لا ولو، إيه معقول؟ بس هو هيك، كان قد حاله وطبعه حامي وما بيحب حدا يغدره بقرش. بتعرف مرة شو عمل؟ لا والله ما بعرف، شو عمل؟ مرة تعشينا بمطعم غالي كتير، يمكن وقتها بمناسبة زواجنا. المهم طلعت الفاتورة 2500 مع إنه كنا لحالنا. إيه وشو عمل؟ أكيد ما دفع. يا سيدي نادى لرئيس القراصنة واتطلع فيه هيك من روس مناخيره وقال له بتجيب لي فاتورة نظامية بكل شيء وعليها ختم المحل. عينك تشوف قديش تكركبوا وتلبكوا، ما عاد عرفوا شو بدهم يعملوا. وجابوا الفاتورة؟ اجت انقص بألف ليرة. فظيع الفوزي، الله يرحمك يرحمك. شو كنت حربوه؟ الله يسامحك يا نعيم، هي ضروري هيك كل ما قعدنا مع بعضنا تذكرني بالمرحوم فوزي. ولا يهمك، الحق علي. معلش ما صار شيء. ما بدك تضيفنا شيء نشربه؟ على عيني وراسي. شو بتحبي تشربي؟ قهوة ولا شاي؟ مو فارقة. فوزي، قصدي المرحوم فوزي، شو كان يشرب بعد الأكل؟ فريدة؟ يا فريدة؟ فريدة وينك؟ مرحبا فريدة. أهلين نعيم. احذري شو جبت لك معي. مجلة المرأة؟ لا ما حذرتي. ملاقة الشعر اللي وصيتك عليهم؟ لا كمان ما حذرتي، الشغلة أهم من هيك بكثير. عن جد؟ شو جايب معك؟ جبت لك قطعة قماش. قطعة قماش تهريب. أما شو قطعة بتمزع العقل. تعالي أقول لك، تعالي أقول لك، تعالي أورجيك إياها. وديني. يا الله ما احلاها، هي الي؟ الك انا الي. الله يسلم هالايدين، ايه بس شو المناسبة؟ يعني ضروري يكون في مناسبة حتى اتذكر مرتي بهدية صغيرة. فعلا فاجأتني. بتعرف نعيم؟ أنا يوم عن يوم عم بكتشف إنك مزوق ورومانسي وحنون. ولو يا فريدة، أنت بتستاهلي أكثر من هيك بكثير. الك انا، كم فريدة عندي أنا؟ خلاص روحي خلاص، شو في داعي للبكي؟ واجبي هذا، روحي واجبي واجبي، اعتني فيكي ودللك. قال مو مشان هيك عم ببكي. نعم مشان شو لك؟ عم ببكي لانك ذكرتني بالمرحوم فوزي. هلا هلا ك
كان يحب هذا اللون. نفس اللون؟ كان ما يخلي مناسبة إلا ويجيب لي قطع فيها هذا اللون بالذات. كمان كان يقول لي يا فريدة أنت أي قطعة أواعي بتحلى لما أنت بتلبسيها. كان يقول لي أنت مكانك مو بهالبيت، أنت لازم تكوني عارضة أزياء مثل كلوديا شيفر أو نعومي كامب أو ممثلة مثل كيم باسنجر. عم قلك هلكتني يا أمي. إي والله هلكت. لا أمي مو قصة ما بتحبني، بالعكس فريدة بتحبني كثير ومو مقصرة معي بشي أبدا. إيه مثل ما عم قلك المخلوقة أكابر كثير وصاحبة واجه. بعدين هذا مسواقك أمي. إيه مسواقك. أنت يلي خطبتي لي إياها وأنت يلي كنتي دائما تحليها بعيني. يعني ما بتتذكري شو كنتي تقليلي عنها أنت؟ كنتي تقليلي وإذا كانت أرملة يا ابني إيه لا تنسى أنها صغيرة وبتبل القلب. ولما كنت قلك ما بدي أعلك لقمة عليك غيري كان ينطفت بدنك أمي، كان ينطفت تماما. وكنت تقليلي يعني ضروري إذا جوزة توفت تروح عليها المسكينة تقبر عظامي يا حق على هالجمال يلي عندها أحلى من صور الممثلات الله الوكيل. هذا صوتك أمي، أنت هيك كنت تقليلي. بقى شيت أني مستغني عنها يا أمي والله مالي مستغني منوب. إلك كان لأنه تفتيرتها عندي بهالبيت تنعش الفؤاد. إيه لا أمي ما عم بحكي نائض ومنقوط. لا بس اللي مضايقني منها ذكر جوزها الأولاني. إيه طبعا لأنه ما عم ينشال من تمها ليل مع نهار وأحيانا عم يسبب لي العصبي كمان. صحيح صغيرة يا أمي وجرح صغير بيطيب أوام، بس إمتى رح يصير هالشي؟ إمتى؟ رح تطلع روحي انا التاني ورح الحق المرحوم فوزي ويصير اسمي المرحوم نعيم. شو بعد الشهر الله يخلينا اياك يا امي، قسما بالله العظيم اتجرت، اتجرت تماما. لا وانا التاني عم بستوعبها وما عم خجلها. وشو عم اقول لحالي؟ عم اقول لحالي يا ولد الاخلاص حلو. حلو الاخلاص؟ يعني بكره اذا توفيت انت التاني يعني حلو تخلص لك، مو تنساك مثل يلي ماتت لقطة. الله يخليكي. ماشي الحال امي، على كل حال يعني الله يقدم لي فيه الخير. مرحبا فوزي. عفوا. مرحبا نعيم. اهلين فريزه. عفوا. اهلين فريده. مين هي فريزه؟ لا لا ولا يهمك، عكت لسان. وليش عم تسمع فريد الاطرش؟ هيك خطر على بالي. بعلمي ما بتحبه. ايه صحيح، بس قلت لحالي ليش الفرحوم موزي المرحوم فوزي كان يحبه؟ اكيد في شيء بصوته لهالمطرب، واكيد المرحوم كان عنده حس مرهف وعالي، وانا حاليا اشتريت كل البومات فريد الاطرش الغنائيه حتى اكتشف مفاصل الجمال بصوته ويلي كان الفرحوم موزي. عم عكمة المرحوم فوزي اشطر مني واكتشفها. عادي لقلك عادي شوي حتى نسمع فريد ونتذكر المرحوم. ليش وقفت؟ دقيقة حزن إجلالاً لذكراه. غيره بتريد شي أستاذ؟ لا أبداً سلامتك. وشلون بتريد الحمص؟ حمص بلحمة ولا سادة على وشه زيت؟ لا لا هاد ولا هاد. يا ريت تعجنون لي الحمص بالزيت والكمون. على عين حاضر. ليش معجون بالكمون؟ مو الفرحون موزي الفرحون المرحوم فوزي كان يكبه بحمون يحبه بكمون؟ مبلا. وانا بدي اعمل مثله لانه فعلا هالزلمه كان يعرف طعم التم منيح. ايه ايه فريده لا تستغربي، والانسان يعني لازم يخلص لذكريات صغيره للمرحيم. بقى شلون اذا كان المرحوم شريكه؟ شريك مين؟ شريكي السابق فيكي. ايه
الله يرحمك يا فوزي ويحسن إليك. مرحبا فريدة. أهلين نعيم. ليش تأخرت كل هالقد؟ شو هاد اللي جايبه بإيدك؟ مفاجأة. شو هي؟ احذري لتكون جايب الصورة اللي عجبتني بالمعرض للؤي كيالي. لا مو للؤي كيالي. لناظم الجعفري؟ ولا ناظم الجعفري. لكن صورة الطوفان لخزيمة علواني. لا ستي كمان ما حذرتي. طب استنى استنى لا تقلي يا سيدي انت اشتريت صورة الفوتوغرافية لدمشق القديمة تبع قطيبة شهابي. هلا رح تعدي لي رسامين البلد كلياتهم. طيب عجزت لمين؟ يا ستي هالصورة للفرحوم موزي. الفرحوم المرحوم فوزي. المهم مرقت على المصور يلي كان يتصور عنده جوزك المرحوم وقلت له يكبر لي صورة تكون واضحة له وفاء منا لذكراه. شو رح تعمل؟ بدي علقها محل صورتي. محل صورتك؟ ليش صورتي؟ أنا عالطالعة والنازة بتشوفيني وشخصي كمان. أما هو المسكين ما بتشوفيه منوب صارت عظامه مكاحل تحت البلاطة ساكن جوا القبر ساكن. والله ما أكون محله بستوحش أنا. ها روح عنا يا ها تعال ها ها شوفي لي إياها. قعد بالنص مايل؟ لا مو مايل نزيل. ماشي الحال. شوفي فريدة ما بدي احلف يمين بس هالصورة هي ما بتنشال من صدر الصالون. حلو الوفاء للمراحيم حلو لا تقولي. شوفي ما احلاها لك شوفي. يا فريدة نعم طولتي ما بدك تنامي؟ يلا يلا جاي فرشيت اسناني ودقرت باب الزقاق. شو جاب هي البيجامة لهون؟ أنا طالعتها. ليش بقى؟ لأنه هاي بيجامة الفرحوم موزي المرحوم فوزي مو بيجامتي. بقى قلت لحالي أحسن مالك ضاببتيها بالخزانة وما بعرف ليش هو. قلت لحالي يا ولد طالعها وحطه قدامك حتى نتذكر المرحوم فوزي انا وياكي وندعي له ونطلب الرحمه لروحه. هلا شو بدك انت بهالقصص المعده؟ فكري مشان هلا المرحوم مات وشبع موت، لشو بقى هالحركات اللي ما لها طعمه؟ فعلا انك انسان غريب وانا ما عاد اقدر اسكت على فصولك من هلا ورايح. فريده 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 شو رحت عندي؟ ما دخلك. الله يصلحك ليش قمتي صورة؟ طبعا بدي قيمة. شو شغل هالمجانين هاد؟ فظاعة لهالقصة. إذا فقت على بكرة بلاقي صورة فوزي بوشي، إذا فتحت المسجلة بيطلع لي شريط فريد الأطرش عم بيستناني، إذا قعدنا على الغدا بلاقي صورة فوزي الصغيرة مدحوشة بيناتنا على الطاولة. إيش هالعيشة هي؟ قسما بالله أمطني قلبي، هيك نقضي عمرنا؟ ما بتعرف إنه الحي أبقى من الميت؟ بعرف والله بعرف، بس أنا فكري بلا فكري بلا مكري. طيب يعني والله مو حلوة هلا هيك الإخلاص للزوج. حاجة إخلاص وأريدة إخلاص، يعني ضروري أدفن حالي مع المرحوم مشان الإخلاص. بعدين أنا صار لي 9 أشهر مخلصة وآخرتها طلعت إيد المسألة. يعني ما بعرف هيك فكري. طبعا هيك فكري. إيه بس هذا المرحوم فوزي وفوزي جوزك مو جوزي. بلا جوزي بلا موزي، يحرم علي بعد اليوم إذا بقيت تسمع اسمه على لساني بهالبيت. إيه بس هيك. طب أنا شو بدي أعمل إذا الله أخده؟ ضروري ضحي بسعادتي كمان؟ طيب نحن هلأ عنا مشكلة حقيقية، شو بدنا نساوي بهالبيجامة؟ حطها على جنب، بكرة بفصلها مماسح غبرة. طيب، مو أنت اللي قلتي؟ ها؟ نعيم؟ نعم. شف لي إياها مايلة شي؟ أعوذ بالله، ضابطة 100%، هلأ أنت عيني. هي عيني